كسوف الشمس. كسوف الشمس هي ظاهرة فلكية تحدث عندما توضع الأرض والقمر والشمس على استقامة واحدة تقريبا، ويكون القمر في المنتصف، ويكون الوقت من ولادة القمر الجديد، ويكون في طور المحاك مطلع شهر قمري، بحيث يلقى القمر ظله على الأرض. وفي هذه الحالة إذا كنا في مكان ملائم لمشاهدة الكسوف، سنرى قرص وسط القمر المظلم يعمل قرص الشمس المضيء. وبالرغم من أن القمر يتواجد كل مرة مطلع شهر قمري بين الشمس والأرض، يمكن القمر أن يكون في طور المحاق، ولكنه أبعد من أن يصل ظله إلى الأرض، فلا يحدث الكسوف حينها. وكذلك قد يكون القمر في طور البدء، مدار القمر حول الأرض على مستوى الكسوف بزاوية 5 درجات، بحيث لا تتواجد الأجرام الثلاثة على مستقيم واحد بالضرورة، ومنتصف كل شهر.